السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. صباح الخير الخوت، كي صبحتوا بخير عليكم، كلشي مزيان، الله يحفظكم جميعا. عواش مبروكه بالنسبه للانتيوا طرات القناة. ماما تبارك الله، شوف الخوت، شوفوا مزيان، شوف السماء مزيان. ماما شوف تبارك الله فين هازين، شوف اللهم بارك. والله الا درت الفيديو على وداد الهزه هذه اللي داروا، علاش درت الفيديو. تبارك الله انتوا الدكوره طاروا بالضبط ثلث ساعه الخوت، والله العظيم ما نكذب راني صايم الدكوره اليوم، بعدا اليوم الخميس، غدا الجمعه باذن الله، وجمعه مباركه مسبقا علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين وعلى جميع المتتبعين وعلى العائله الصغيره والكبيره كيف قلنا الخوت. وبالنسبه للشنيبرات هادو لاول مره، هاد الشنيبرات عقلتوا عليهم، خوت ديك المنقطه، خوت ولاد هادوك الجوج اللي لهيها اللي عند الدكوره، اختهم راه هي المنقطه، اخوهم هو اللي كان جا، داك اخوهم اللي كان جا مضروب بالمانيتيك ديالو، هادو اول مره غادي يخرجوا، وهي دابا ان شاء الله ما عمرهم خرجوا للسطح، ما عدا مره واحده اللي كانت خرجتهم يتمشوا مره واحده، دابا راه قادين يطيروا الخوت. انا ما قاد وخايفين يخرجوا، انت خايفين يخرجوا، انت تبارك الله اللهم بارك. شني بغات في المستوى الرفيع، حتى الكولور، هذا الكولور كيعجبني بزاف، وهذا اللي من هنا خرج بحال الاب ديالو، منقط في راسو كيف كتلاحظوا، والاخرى خرجه طوبيه محروقه. لاول مره كيعطيونا هذا الكولور، هذا كيف لاحظتوا اول مره كيعطيونا هذا الكولور، وهذه اول مره كنخرجهم كبار. راه تبارك الله، راه شني بغات كبار، هما مصبوغينش، ما صبغتهمش هما، انتوا هما جاوا على ما بالي، انتوا جاوا انا خرجتهم باش يولفوا السطح هنا، دابا غدا ولا بعدا عاوتاني نخرجهم، غادي يخرجوا يبداو يتساراو ليا هنايا، دابا راه هكا غادي يولفوا، ها كيخرجوا اون فوا، كيخرجوا مره وحده. ها انتوا تاع الخوت، راه ماما انتوا تراما غادي، تبارك الله، قولوا اللهم بارك. ها ماما اللهم بارك، طايره زوينه، واحد الطايره زوينه تبارك الله، والله يحفظنا ويحفظكم، ودعيو معنا في المطلق ديال العيون غدا ان شاء الله، عندنا جمع الحمام غدا الجمعه، جمع الحمام. بالنسبه للماكله اللي عطيتهم، اللي شاط ليا البارح الخوت، هي راه باقا في البانيو، اللي شاط ليا البارح هي اللي عطيتهم، ها هي هذه الماكله ديال الاناث، راه ناقص لهم الماكله، هذه ديال الاناث فيها الزيت، فيها الزيوت، كيف قلنا، وفيها الرودوسون، وفيها البروتين انيمال كا بليس كا اللي خلطت معاها، والماء راه خلطت لهم اليوم الماء، عطيتهم داك اش كيقولوا لي ديال 10 مليم فيترو كارني سبيد، الخوت اللي خلطت، راه عطيت للذكوره، راه كلاو شويه وشربوا، لان غندير لهم ماكله في الصباح وماكله في العشيه ان شاء الله، حيت غدا غادي يتجمع الحمام، ما بقاش الوقت باش غتبريباري الحمام، انا تعطلت، وكيف كنقول انا غير غامرت الخوت داك الحمام كامل، والله حتى مغامر به الحمام اللي غنصيفط كامل به، حتى الغدا ونعطيكم نتيجه الحمام اللي غادي نصيفط، واش نصيفط جوج ولا نصيفط ثلاثه ولا نصيفط سته ولا 10 ولا نشوف شنو بان ليا. غدا ان شاء الله غادي نقول لكم شحال غادي نصيفط باذن الله. بالنسبه للاناث راه كاينين ثلاثه دنتيوات دابا اللي طايرين مع النتيوات، منهم ديك الدفليه اللي كنا قلنا كانت مريضه على حميمتها، هما شوما الخوت هما غادينا، شوما ما كان زومي ما والو، تبارك الله راه دايرين واحد الطيره غزاله غزاله غزاله، الزين الزين والتباته، واحد الطيره زوينه، هما حضروا، هما حضروا. كيف قلنا الخوت ان شاء الله غدا غادي نعطيكم النتيجه باذن الله ديال عدد الحمام اللي غادي نصيفط. شنبور اول مره كيطير خوه، اول مره الشنيبرات هما اول مره كيطيروا الخوت فوق الحيط، لاول مره والله العظيم، اللي اول مره كيطيروا فوق الحيط، نتمنى انهم ما يطيروش ويهبطوا، ان شاء الله غيهبطوا هالحميمات، هما كيدوروا للدار، كيف قلت لك وهبط ادخل، لانهم دابا اول مره مزيان دابا. غدا ان شاء الله عاوتاني غنخرجهم نفس الديكور غادي يديروه، هالحميمات هما كيدوروا للدار غادي يهبطوا، كيف قلنا راه غير مقمرين، بالنسبه ماشي مقمرين، واحد يسمع مقمرين عند بالو واش كنقمروا بالفلوس، راه الحرام الحلال مبين والحرام مبين،
الحرام شنو هو الحرام؟ وهو انك كتلعب بالفلوس وكتجيب الفلوس. حنا راه كنلعبوا بالحمام راه ما كنجيبوا والو، هذه راه تمشي للعيون هذه. واخا كتهبط دغيا ما عرفتش علاش كتهبط دغيا، هي ما مريضه ما والو، وانما غنصيفطها حتى هي ان شاء الله. كيف قلنا الخوت، الحلال الحلال وبين والحرام وبين، يعني راه داكشي باين. حنا راه كنلعبوا بالحمام غير مقصرين وما كنربحوش من الحمام حنايا الملايين، ولا نربحوا شي 30 مليون بحال لوطو ولا التيكسي ولا. راه الا ربحتي كتربح شهاده. ها الحميمات اللي قلنا شنو بغاتهم ما عاود خرجوا، حيت قلت لكم غادي يولفوا يخرجوا. دي ها اللي قلنا، ها اللي قلنا، حيت إن فوا كيطيروا فوق الحيط كتعجبهم غادي يخرجوا عاوتاني باش يكتشفوا يكتشفوا المنظر كيدير. ها اللي قلنا باغي يطير من فوق الحيط غيطير عاوتاني وغيهبط، حيت لأنه عجباتو القضية عجباتو، بغى يعرف شنو كاين عند الجيران، وبغى يعرف بغى يعني طالع ويعرف شنو كاين، وخليه يعرف شنو كاين. هادو ان شاء الله غندير لهم الصباغه باش الا تلفوا، في حاله ما ولي ما كنظنش بانهم يتلفوا، حتى الا تلفوا ولا شي حاجه باش يبانوا ليا في السماء ونكون عارفهم، يكونوا مصبوغين يكونوا باينين. المشكل هي انهم ما كيكونوش مصبوغين يدوزوا كاع من حداك وتقدر ما تعرفهمش، لان الحمام راه كيكون مخالط وكيتشابه. اخ 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 فيتاس يا النعاس الخوت. الله جيت من الخدمه، ها الحميمات كيدوروا على الدار، غادي يهبطوا ان شاء الله وغادي نعطيهم ياكلوا. كيف كنقولوا دعيوا معنا في المطلق ديال العيون، غدا ان شاء الله نعطيكم النتيجه ديال عدد الحمام اللي غادي نهز. شوف مسكين هذه، عرفتي شكون هذه؟ هذه هي اللي كنديكلاري بها بغات تهبط مسكينه فوق الحيط، هي تخبط مع هي هذه. هذه من السلاله ديال منصيف بن درويش البطل، تحيه ليه من هذا المنبر خويا منصيف بن درويش، التعامل والرجوله منذ الطفوله. انا نتسنى الحميمات يهبطوا عاد غادي نعطيهم ياكلوا، ونعطيهم الكارني سبيد، وغادي نهبط فحالي نعس حتى لديك الثلاثه ولا الربعه ديال العشيه. وابو عميره جاي وما غادي يمشيو لعندو. شتو ابو عميره جاي؟ ها هو، ها هو قص، اما هما غادي يبغيو يمشيو عندو. اشني بغى الطارو، اللهم بارك. داك الخيط خاصني نحيدو من تما كيعكلهم، نحيدو ان شاء الله من تما داك الخيط. ها الحمام اللي قلنا وهز، شتو الخوت راه وهز. علاش هز؟ هز على ود بو عميره ويبان لكم من هنا. تحيه لخويا البشير، خويا اليزيد، خويا مكروم، انا خويا جهاد الله يجيب لك الشفاء، خويا هشام وخالد والحاج احمد تاهو ما نساوش، خويا منير مخلص. ها انتوما الخوت، خويا سمير تاهو، خويا رضوان والشنبور ميسي ديالنا تاهو ما نساوش، ونتمنوا الخير. حنا غادي نكملوا الفيديو ان شاء الله حتى للثلاثه ان شاء الله، وغادي نعاودوا نطلقوا الحميمات، وغدا نحاول ما امكن غادي نطلق عاود الحبيبه. الخوت اللي كيسول على الحبيبه، ها هي لانها مفرخه ما نكذبوش على الله، حط ليها ولد ديال الخينيسي ابيض، حنا نجبدوه لكم ولد ديال الخينيسي ابيض اللي حط ليها. ها هو الخوت، هو هذا، هذا وليد، ها هو وليد ديال الخينيسي، هذا وليد ديال الخينيسي ابيض، حطيته للحبيبه وهي اللي فرخاته مسكينه، هي كتوكل فيه. هذا الخينيسي الحبيبه هي اللي كتوكلو. بالنسبه للحمامه اللي مضروبه، ها هي اللي تقطعت ليها الرجل الخوتيه، هذه شفتوها مسكينه بقات بلا رجل. وراني واحد الاخ فيديو ديال الناس دوك، ماشي الناس هذوك، انا ما نسميهمش هذوك حيوانات، دوك الحيوانات المتوحشه اللي كيضربوا الحمام. وراني واحد وقال لك بعقولهم، شوف الحمامه هي بلا رجل، كيف كتلاحظوها هي بلا رجل، راه درت لها بيطادين وانا راه عازله وكنعطيها الماكله ديالها والشراب ديالها باش ما يتكرفسوش عليها الحمام الاخر. كيف قلت لكم الخوت، راه وراني
وراني واحد الصديق لح ليا واحد الفيديو ديال دوك الحيوانات المتوحشه اللي كيضربوا لينا الحمام، وقال لي راه كاينين زعما ناس كبار في العقل زعما بعقولهم كيف كيقولوا بعقولهم، واخا هما ما عندهم عقل، هما ما عندهم عقل، اللي كيتكرفس على حمام عباد الله وكيضحك مازال ان الله يمهل ولا يهمل في هاد العواشر، الله يلقيها ليهم، لان الله عز وجل هادينا، الله عز وجل مبين لنا كل شيء في الكتاب ديالو، فهمتيني؟ يعني راه الحلال وبين كيف كنقولوا والحرام وبين الخوت. الا قلتي لبنادم اجي نسكرو يقول لك لا حرام، وانك تتعدى على ديال الخلق، ماشي حرام انك تتعدى على المخلوقات، هادي غتمشي للعيون تاع هي، ها هي طوبيه باك اورانج، هادي راه ضربه بكره العام اللي فات، هادي ضربه بكره العام اللي فات، وليني ما ضربهاش بشي، سير ما تشربيش ما تشربيش، هادي غتمشي ها هي كتشرب، سير. الخوت نسدو على الحميمات هما يهبطوا الاخرين، هما بداو يهبطوا. دخل 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 اوليدي دخل، سير سير. هيدي دخل دخل الحبيبة ما غاديش ندخلوها معاهم، ها هي غنشدها غنشد الحبيبة. علاش الخوت غنشدها؟ ربما لأنك تمشي للبحر ربما يكون فيها التريكومونوز، ماشي هاد الحمام ما يتعداش لينا بالتريكومونوز. الحبيبة غندير ليها بحال هكا وغادي نمشي نحطها هي هادي الحبيبة الخوت، وراه باقا كتجي لعندي والله العظيم إلا باقا كتجي لعندي، يعني راه تنكون تندخل فاش نوكل الحمام وهذا تطلع ليا فوق كتفي مسكينه. غادي ندخلها لهنا الشجنه ديالها عند وليدها، هذا مكان ونتسناو الحميمه حتى يهبطوا، غادي نعطيهم ياكلوا، نعطيهم الكارنيتين كيف قلنا. كيف قلنا الخوت راه حشومه وعيب وعار ان بنادم وصلنا لهذا المستوى، القرن ما عرفتش كدا وعشرين الله اعلم اش من قرن حنا فيه، ومازال حنا رجعيين، يعني مازال تنبغيو ناكلوا العصا، مازال كيف مازال خاصنا نترباو. حنا ما كنهضرش على الجميع، كنهضر على هادوك اللي كيضربوا الحمام فقط، هادو نعزلتهم بوحدهم اللي كيضربوا الحمام صافي. اما الثقافه في المغرب كاينه تبارك الله، الناس بعقولهم والناس كيفكروا، وكان كتلقى دري غير صغير وعقله كبير كيهضر هضره كبر منه، وكاينين بزاف مغاربه تبارك الله عليهم، متفقين الخوت؟ واغلبيه حنا كنهضروا على داك الخشبيش، هذوك الحيوانات المتوحشه اللي كيضربوا لينا الحمام، هو ما كنسموش صيد. كاين اللي كيخسر الحاجه على ود حاجه، بحال مثلا حلوه لاكريم مصاوبه ومقاده وبنادم ضرب عليها تماره باش وقف ديك الحلوه لاكريم، يعني هاد الحلواني اللي كيصاوب الحلوه صاوب واحد الحلوه وزوقها وقادها، كتجي انت باش غادي تجبد غير منها لوزه، باش غادي تجبد منها لوزه كتصدق انت مخسرها باش تجبد ديك اللوزه، متفقين؟ هذه هي المعنى ديال الحمام ديالنا حنايا، راه حشومه الخوت هادو اللي كيضربوا، انا ما نقولهمش الخوت، هاد الشياطين الحمر هادو اللي كيضربوا لنا الحمام، لان انا حمامتي قطعوا لي رجليها، جات جليده رقيقه، رجل مدليه بانت ليا ميته، عندها رجل كرمات وميته وبارده، عرفت ان الرجل ماتت ليه، لان العصب ملي كيتقطع العصب صافي كلشي كيمشي، ملي كيتقطع العصب كلشي كيمشي، العصب هو اللي عليه كلشي، كون كان عندها العصب كون قديتها. انا عرفت الغد لي غادي نلقى الرجل طايحه، داكشي اللي كاين، كنلقى الحمامه بالغد ليه لقيت الحمامه بلا رجل. حنز واحد الحمامه الخوت، شوف 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 واحد، هذا شنبور، شي واحد شنبور تالف، حنز باغي يهبط عندي اللي يمكن، ها هو هبط في ديك الدار، ها هو هبط في ديك الدار، الحميمه ديالنا يهبطوا. دخل 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 دخل، هاد البدعيه ديال الاخ بوعبيد الشتيوات هي تبارك الله بانت لي راه عندها التنفس، بقات حمامه وحده. كيف قلنا هاد البدعيه ديال الاخ بوعبيد الشتيوي هي هادي اللي منقطه في راسها، تبارك الله زعما راه كبانت لي كتجبد في السما وكتجي منفسه، هادي كتجي منفسه، هادي تقدر ديكلاري في الطول الله اعلم، بقات لي الدفليه هاديك اللي ديكلاريت بها عقلتو عليها الرتبه 18 هي اللي بقات هي هبطات. الدفليه هادي اللي ما كانتش بغات تهبط ليا واحد المطلق، هي هادي اي هبطت. دابا نعطيو الحميمات يقصيو ومازال غادي نكملو، راه هو داك السنابير فين هابط ما عندنا ما نديرو به، يكون هذاك غير حامل للامراض، راه بعض الخطات كتشدتي حمام وكتندم على شديتيها. الخوت دابا واخا ما صورناش لكم الذكور غنصور لكم الاناث ان شاء الله، نعطيهم ياكلوا
والماكله غير خفيفه، يعني ماشي خفيفه هي اللي خفيفه، ما قليله الماكله قليله ما نعطروش بزاف باش في العشيه عاوتاني ياكلوا لينا. صافي الخضر بقى لي هاد الشويه هذا ما نعطيش ليه ما هو بقى لي شويه ما نعطيش ليه. الله يهدي البشر كيف كنقول الله يهديه بعد منا البشر الله يبعدوا علينا هذا مكان الحميمات كياكلوا ان شاء الله ونتمنوا الخير. دابا راه كيف كاين ما كلا بريباراسيون لا والو، البريباراسيون راه الحمام كياكل مع الحمام ديال الفيتاس والدومي فو، هذا الحمام ديال الدومي فو، اما الفيتاس راه ما عنديش الفيتاس، هذا الحمام ديال الدومي فو راه كياكل معايا ان شاء الله، ومن ديك الساعه غدا ان شاء الله غنتوكل على الله، غدا ان شاء الله كيف قلنا غنتوكل على الله غادي نبدا نهز. اللي بانت ليا في البلان غادي نهز، نقول بسم الله وغادي نهز اللي بانت ليا في البلان. كيف كنقولوا انا ما ما ما, ما اش نقول لكم، كنخممش الحمام، خاص الحمام يجي. راه الناس ضربوا بكرا منهم اخوان الغياط واحد العام راه ضرب بكرا بيجونو، بيجونو باقا ليها واش اربعه السيوفه ثلاثه السيوفه خمسه السيوفه الله اعلم، بعدا حمامه بيجونو ضرب بها بكرا على 1050 كيلومتر ابطال اخوان الغياط، متفقين؟ يعني راه الحمامه غاتجي الا كانت صحيحه من الداخل راه غادا تجي غادا تجي، وهادشي اللي كاين وخصها علاش تجي. هادي مسكينه غادا تمشي، هادي راه العام اللي فات عقلتو عليها، ها هي بنت صبليوني، هادي بنت صبليوني 2016 اللي كنطيح عندي العام اللي فات، راه ضربه كيف قلنا بكره، ولكن بكره اللي ضربه ماشي شي بكره، يعني جايه معطله بالعربيه. هادشي اللي كاين، وهادي الدفليه غنصيفطها حتى هي، هادي هي اللي قلنا كانت مريضه بانت ليا بدات كترجع صحتها، هادي غادي نصيفطها ان شاء الله تيا تمشي للعيون هادي باذن الله، ونتمنى كيف قلنا نتمنى ان العيون تطلق في الوقت المحدد ديالها. هادشي اللي كان اللي بغيت تطلق في الوقت المحدد ديالها، الا ما كانتش غتطلق في الوقت المحدد ديالها يرجعوا لينا حمامنا، لان حنا لاحظنا بزاف ديال التغيرات. كيقول لك غنطلقوا نهار الخميس شويه عاوتاني كدوز يومين كيقول لك لا غنطلقوا نهار الاحد، ناس عاوتاني واحد شويه قال لك لا نطلقوا نهار الجمعه نجمعوا نهار الجمعه، كل مره شنو تيقولوا انا ما عرفتش شكون اللي مكلف بالاحوال الطقس اللي كيقول لهم لا ما تجمعوش ما ديروش، ما عرفتش انا شكون هو هذا الشخص هذا، هذا ما كان. ونتمنوا الخير والتيسير لينا ولغيرنا. هاي اللي منقطه في راسها الدفليه محروقه الخوتيه، هذه بنت الذكر ديال بوشعره، الذكر ديال بوشعره اخوان بوشعره، هذه راه بنتو. وسبحان الله العظيم واحد القضيه هي هذه، وسبحان الله العظيم واحد القضيه، هذاك الذكر ديال بوشعره اصلا ضاربينو بالقطيب، انا شريتو من عندهم مضروب بالقطيب ياك الخوت، واستنتو ليا مزيان مضروب هو بالقطيب، وولادو واحد جوج اش نقول لك العام اللي فات على ما كنظن، يمكن العام لا ماشي العام اللي فات، وين العام اللي فات، جوج ديال ولادو في مطلق واحد ضربوا ليا بجوج تهرسوا من رجليهم. اللي متبعني في قديم ومتبع حمامي في قديم راه غادي يعرفهم، يعني في العام اللي فات جوج دكوره دقه وحده جاوني بجوج مضروبين ولادو، وسبحان الله العظيم دابا هي بنتو هاد النتوه هادي راه بنت الذكر ديال بوشعره، هادي اللي جاتني مضروبه مهرسه ليها رجليها مقطعين ليها، راه بنت الذكر ديال بوشعره سبحان الله العظيم، ولادهم ما فهمتش انا كيضربوا، والله ما فهمت كيفاش انهم كيضربوا بالقطيب، ما فهمتش كيفاش. يلا الخوت نخليوكم دابا، حنا غادي نعطيو الحميمات يشربوا وغادي نهبط حتى انا بحالي النعس، ولا انا لقاء مع ديك الثلاثه اولا الربعه ديال العشيه غادي نتلاقاو ونعاود نطلقوا الحمام ونعاود نعطيهم ياكلوا ان شاء الله باذن الله. الخوت غير الذكر عاشوا معنا الخوت، دابا ان شاء الله كيف قلنا حنا طلعنا دابا الساعه قريب الربعه، دابا الرابعه عشيه راه ما بقى لها والو الربعه، نخلطوا الحميمات نخلطوا الحميمات نطلقوا الحميمات يطيروا يفرفروا شويه، ومن بعد غادي نخلطوا لهم الماكله ان شاء الله. الطيران هو الاول، اجي اجي بنيتي اجي، الحمد لله والشكر لله، ودعيو معنا في هاد العيون دعيو معنا، راه كاينين شي حميمات هنا كيف كنقولوا حرام المغامرين، حرام المغامرين.
لا من المغامرين ما شاء الله غادي نغامروا. الناس يخرجوا ولدي دابا غادي يخرجوا. خرج وليدي خرج خرج. هاما جوج عيونيين هادو ان شاء الله قولوا امين. هاما جوج عيونيين هاما جوج هاد الكطار هانت وطاك خرجوا الحميمه. هادوك العيونيين هما اللي طاروا ان شاء الله ان شاء الله. عجبنا بابا غير هاد النحاسي هاد. غبرة واحد سنابات تاع زباب داك ولد ولد ديك النجاس هذا ولد خرج سير 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 ولد ديك النجواجي ومع ناجي ولدك نتي وتبارك الله طلع زويون. ها هو الخوت هو حنا غير باغي وهذا خرج خرج السيوف ابوي خرج السيوف ابوي هذا واش طوبي ولاد فريولي ما اش باقي ما مبينش خرج هذا السيوف ابوي هذا ان شاء الله. دابا المشكل هذا المشكل بواه اجي عفطيه هكا عفطيه 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 صافي عفطيه غير عفطيه تنتي كتمشي اما هي عفطي في الوسط هكا كيف قلنا الخوت هذا با راه غادي يمشي للعيون هذا ان شاء الله. والوليد غادي نشوفو نديرو لشي جوجه باذن الله شوفو نديرو لشي جوجه. بالنسبه للحميمات راه غادي هذاك الوليد زويون هادو راه تفرخو هادو راه ولاد الطوبي الخوت هادو ولاد الطوبي زويون هما راه واكلين الحليب هادو ولاد الطوبي هادو ولاد الطوبي كيف قلنا هادو ولاد الطوبي وسبحان الله العظيم الطوبي راه ما وكلهمش الحليب الطوبي اللي مول الدبلومات راه ما وكلهمش الحليب مع واحد الدفليه انا ها لقيتهم وصافي على ود البيض زويون. ودابا راه درت لهم واحد الوليدات اخرين هذا ولاد الطوبي دابا هذا راه واكل الحليب تبارك الله وكلاته واحد الجوجه ها هو هنا هو وخوه صافي هذا هذا الطوبي ديالي هو هذا البطل ديالي هادي باقا باقي البيض ما غيتفرخش دابا انا خويا انيس ها الطوبي هذا بوات هذا راه كيعطي الابطال تبارك الله الذكر هذا. يلا الخوت نمشيو نخرجوا سير سير بنيتي سير نمشيو نخرجوا راه ما نيطوينا ما والو حتى نهار السبت كنا باغيين نيطوي السبت خرج 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 كنا باغيين نيطويو الخوت السبت كنا باغيين نيطويو ساعه قدر الله ما شاء فعل نهار السبت ان شاء الله مازال نهار السبت راني خدام قالوا لنا هذا الاسبوع ما كاينش الروبو ما غاديش نرتاحوا غادي نخدموا هادشي اللي قال قدر الله ما شاء فعل هادشي اللي كاين ماشي مشكل زادونا نهار غادي نخدموا صافي كيف قلنا دابا غادي نحركوا ونجيبوا الماكله والسبور وغادي نديروا ليها ديك الطوب انرجي ديك اللي فيها الزوان وهذا وزرعت الكيف وهذا وكل حمام اللي غادي يمشي للعيون ان شاء الله لان غدا عندنا جمع كيفنا جمع الحمام ديال العيون غادي نهز لهم كميشه وغادي نحط لهم في الوكيير الوكيير ديالهم كل حمام وغادي نحط لهم كميشه 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 والله يجيب شي كميشه فهاد هذا والله يجيب شي رزيق يا ربي يجيب شي رزيق هذا ما كان. يلا خليكم معنا لا تقطعوا ولا تستقطعوا كيف قلنا الخوت هانتوما درنا هاد الماكله هادي ما عرفتش شنو سميتها سبور هادي سبور هادي سبور ديال الناتوريل هادي راه خدينا صاك ب 4000 ريال خديت صاك ب 4000 ريال هاد الماكله هادي وزدنا ليها هنا زرعت الكيف ها هي زرعت القنب الهندي هو راه الكيف هذا زرعت الكيف زدنا زرعت الكيف وغادي نزيدو شاردي الكار ديال الخوت هو هذا زدنا الكاردي وغادي نزيدو ديك السبور اللي عندنا الداخل غادي نغربلوها نغربلوها الخوت كيف قلنا الخوت كنزيدو ديك السبور ديالنا اللي خلطنا قديمة عندنا في البرميل نزيدو منها شي جوج بلاط غادي نزيدو واحد شوية ديال الجبالة عطيت الجلبانه ما كاينش الاشكال وغادي نزيدو ديك
ديك طوب انرجي هي هادي الزوان وداك الشيء المسائل ديالها الشراء هي هادي وغنزيدو الدرا الحمراء هادي واحد الميكله كانت شاط لنا الخوت فيها الصوجة كيف كتلاحظوا هادي هي الصوجة هي هادي كانت فيها الصوجة وجلبانة وديك هادي الصوجة ما نكذبوش على الله الصوجة راه من العام اللي فات كنت خديتها الخوت من العام اللي فات الصوجة كنت خديتها من العام اللي فات قالك راه مقلية هادي من العام اللي فات وكانت شاط لينا وما راه ما غملات ما والو كارمة زدنا الصوجة دابا نزيدو شوية الدرا الحمراء فوق الدار الخوت الله يعطينا الخوت شي طياره دينا للحج يا ربي حتى نتوما معانا الخوت نتوما دابا غادي نديرو الزويته الخوت كيف العاده دابا خليكم معنا غنمشيو للبلايص اللي غنديروا الزويته والمسائل لا تقطعوا ولا تستقطعوا كيفاش قلت البارح مشيت نصلي التراويح مزيان كيف قلتوا الخوت غندير لهم هذه الزويته هذه ديال جولدن هذاك عاد خديتها هذا العام هذه جديده ها هي جولدن اوميغا اوميغا ويل جولدن اوميغا ويل هذه هي الزيت اللي غنديروا هذه راها جديده تاريخ الصلاحية كيف كتلاحظوا هي 2024 غندير لهم الزيت وغادي نخلطوا لهم الرودوسون مع 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 كابليسكا ها هي كابليسكا بروتين ديال الرونفريد ونعطيو الحميمة تيقصيو حنا مبازين على الحمام ديال العيون هو اللي مبازين عليه ان شاء الله والله ما يسير هي ساعة الربح الله اكبر ديال العسل الرودوسون وسال الخوت راه وليني راه جبنا واحد النص الرودوسون سالا والله يرحمنا في هذا الشهر العظيم شهر الغفران شهر رمضان شهر رمضان وشهر الغفران بالنسبه للبروتين انيمال هو هذا كابليسكا
درنا جوج معلقات ديال كا بلس كا درونفريت. واش بابا حولي كيديرو بكري ولا حولي بيض؟ ها؟ واش تديرو حولي بكري ولا حولي بيض؟ حولي اش؟ بكري ولا حولي بيض؟ بكري بكري. دابا ما كاينش بكري، ما كاينش بكري. دابا ها الماكله واجده الحمد لله والشكر لله. هذا الاخوه بلكي بلكي بكري حولي صافي كيديروا الحولي عادي. ها كيديرها بنتي هذوك تما، شتي هذا شتي هذا وشتي هذو يديرها من الفوق. كيف لاحظتوا الخوت الماكله هي واجده الحمد لله. دابا ان شاء الله نتسناو الحميمات يهبطوا، يعني راه الذكور معاهم دوك الاناث ديال العيون راه ما كيطيروش مزيان، يعني ما كيطيروش بحال الحمام النتيوات. النتيوات تبارك الله في الصباح راه طاروا مزيان، هما الحميمات بداو يهبطوا. ها انتوما حنا غادي نخليو الحميمات الخوت يهبطوا كاملين، عاد نعطيهم ياكلوا كاملين دقة واحدة. ها اللي هبطوا هما هبطوا دابا أربعة. هذا راه غادي نبيعو الذكر هذا. وشتو هذا راه خو النتوى اللي مضروبة، هو هذا شتي الذكر خو النتوى اللي مضروبة، ولد الذكر ديال بوشعرة مع البدعيه خط البرومي ديال اكادير. هذاك الذكر هو ديال المسافه، وهذاك بيجونو ديال هذا العام. هذا بيجونو الحميمات ها هما كيف كتلاحظوا الحميمات غادي يدلاو كاملين. ها انتم شوف وانا حداهم ان شاء الله. ها دخل 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 دخل. ها انتم هما كيهبطوا. دخل 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 دخل. كيف كتلاحظوا حميمات هما كيهبطوا كيدخلوا. دخل 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 دخل. يا ربي تفرحنا في هاد العيون الخوت، وخليكم معنا. هادشي اللي كاين دابا الخوت، ان شاء الله غادي نوكلو الحميمات كيف العاده، غنوكلوهم وغادي نشربوهم، غادي نعطيهم في الماء اما طول يمين اما شي حاجه. غدا نقول لكم ان شاء الله شنو عطيتهم في الماء باذن الله. اللهم يسر ودعيو معنا في المطلق ديال غدا، والى فيديو قادم بحول الله. يلا جي بنتي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وتحيه لخوتنا وحبابنا جميعا. قولي السلام عليكم. هذه راه بنتي كتعجبها. تحيه غادي تعطلي الفيديو كيطوال. تحيه لجميع الموالي من طنجه للقويره وجميع العالم. يلا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا على المشاهده، ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناه.